بيتك بيتك هو منار الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد. بيتك بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة طوبة صلوات محبوبة بالصعاب تمسح دموع. بيتنا يا رب بيتك. مساء الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بيتك. كلمنا الحلقات اللي فاتت قلنا عن معنى التواصل وقلنا هو حالة توحد روحية نفسية. اتكلمنا عن أسس التواصل وهم كانوا سبعة، قلنا لازم يكون في قاسم مشترك، يكون في ثقة، ما يكونش تواصل عشوائي، يكون في قبول، وإن كان في بعض الاختلافات لكن في تواصل، وقلنا إن يكون في شفافية ووضوح. النهاردة عايزين نتكلم عن وسائل التواصل، وعايزينك تكلمنا وتقول لنا ايه هو معنى التواصل. الاول اسمح لي ارحب بحبيبنا المشاهدين، مساء الخير، ازي حضراتكم. هنكمل مع بعض في وسائل التواصل. احنا في الحقيقة بنستخدم خمس وسائل عشان نتواصل مع بعضينا. بنستخدم الاستماع، نسمع، نستخدم الكلام التحدث، بنستخدم الحواس، وبنستخدم الجسد، ونتكلم عن كل واحدة فيهم كده بالراحة يعني. طيب كلمنا عن اول حاجة وهو الاستماع. انا ما قلتش الاحساس خمس واحدة. تمام. كلمنا عن اول حاجة وهو الاستماع. في الحقيقة الاستماع يمكن لو سألت سؤال وقلت واحنا بنسمع اكتر ولا بنتكلم اكتر، الحقيقة ان احنا بنسمع اكتر ما نتكلم. يمكن في اكتر وجهات النظر، لا ده احنا بنتكلم. لا هو في الحقيقة ان احنا بنسمع اكتر، لان احنا كل الوقت بنسمع مش كل الوقت بنتكلم. حتى واحنا ساكتين بنسمع الاصوات اللي حوالينا، واحنا ماشيين احنا ساكتين فبنسمع، واحنا قاعدين بنسمع، فاحنا بنسمع اكتر. وبالرغم ان احنا بنسمع اكتر، لكن قصة الاستماع دي قصة صعبة جدا عندنا، لان في مستمع سيء وفي مستمع جيد. مستمع سيء ومستمع جيد ازاي؟ حي خلينا نتكلم الاول عن كل واحدة فيهم لوحدها يعني. المستمع السيء بينقسم الى بعض الامور، تعالوا نقولها بقى بالراحة. في مثلا مستمع مخادع، مستمع مخادع، مستمع متظاهر، اللي هو يعني انت بتكلمي فحد تاني باصص لك بس، او هو بس بيعمل ايه، هز راسه مثلا بس ما سمعش، بيضحك وخلاص. فده مخادع، بيوهمك انه هو بيسمعك. وده في الغالب بيبقى موجود مثلا ايه، يبقى موجود في المدارس، المدرس بيشعر يعملوا كده يعملوا كده بس هم، فلما يسألوا يقول له طب انت بتضحك على ايه، فالمدرس يسأل حاجة ضحك، يقول له انت بتضحك على ايه، ما هو ما كانش بيسمع.
او في الكنائس او في المساجد طول ما احنا قاعدين الوعظ بيوعظ واحنا قاعدين بنهز في راسنا, فده مستمع مخادع. المستمع المخادع ده كمان ممكن يكون مستمع مهمل, يعني بنسميه مستمع مهمل, مش فارق معاه, مش فارق معاه, مش فارق معاه ان هو يسمع. فالنوع الاولاني من نوع الاستماع هو في الاستماع المخادع. النوع الثاني هو المستمع المنتقي. يعني ايه مستمع منتقي؟ يعني مستمع بينقي من الكلام اللي انت بينقي بعض الكلام اللي يعجبه بقى, الكلام اللي يعجبه, الكلام اللي يهمه, اللي يهمه. فانت قلتي مثلا ان هو مش عايز يجي معاكي, فانت تقولي وجودك في حياة وجودك مهم جدا جدا, انت لازم تيجي. لكن لو انت مش هتيجي خلاص. فهو خد, هو خد فيك حته ايه, مش عايز تيجي, فما يجيش, ما يجيش الدرس مثلا, ما يجيش المحاضره. فانت تساليه تقول له ما جيتش ليه, يقول لك مش انت قلتي مش عايز تيجي خلاص. مش خد الحته اللي على هواه. انا بديكي مثال بقى ان هو ينتقي في كل حاجه, سواء ينتقي مثلا حاجه تعجبه حاجه ما تعجبوش. فانت قلتي وجودك مهم جدا جدا, انت لازم تيجي. لكن لو مش عايز تيجي خلاص, خلاص هتخسر. فهو خد كلمه لو مش عايز تيجي خلاص وخدها بطريقته. فده نمره اتنين, هو المستمع, يعني احنا بنقول على المستمع المنتقي, يعني المخادع اللي هو ايه قاعد بيهز في راسه وخلاص. المستمع المنتقي ده مستمع بينقي جملة اللي تناسبه. نوع ثالث من المستمعين هو المستمع المدافع, اللي هو ايه بقى, يعني وخصوصا ده بيبان لو انت بتوجه له لوم, فما تقول له طب انت ما جيتش ليه, تقول لك مصر انت ما علشان, علشان كلمة علشان دي وخلاص. ومرات كتيرة جدا يكون العذر القبيح, يعني يعني يقول عذر حاجه تافهه, حاجه يعني هي دي المصيبه ما تتقبلش. فالنوع الثالث ده اللي هو المدافع, اللي دايما ما بيقبلش كلمه نقد, ما بيستناش يسمع. يعني ممكن انا اقول له يعني اللي انت قدمته ده مش هو الاكاديمي لكنه مفيد, فهو اول ما يسمع كلمه مش هو دي يقول بقى اللي يقوله. مرات يهاجم, اصل انت مش عارف ايه, اصل انت دايما مضطهدني, اصل انت دايما حاططني في دماغك, او اصل انت ما سمعتنيش, او ايا كان بقى. فهو مدافع كده وخلاص. يعني دي انا اقصد دي الجانب السلبي, مش جانب الايجابي. احنا خدنا المستمع المتظاهر والمستمع المنتقي والمستمع المدافع. نوع تاني كمان منتشر جدا, وهو المستمع المتسرع, عايز يتكلم وخلاص. هو اصلا قبل ما تقولي, يعني هحكي لك حكايه بتاعه البرنامج ايه, امتى, فين, مصل هو. فالمتم المتسرع, او انت اول ما مثلا ان احنا عندنا يوم 20, يوم عندنا يوم 14 حفله, حفله مش عارف مين وبتاع, وتقول له لا مش كده, طب اصبر اسمعني. ففي مستمع متسرع في الإجابة, هو ما بيلحقش يسمع. وده غالبا, يعني غالبا يكون لما بنتناقش, دي منتشر جدا, ان احنا حتى لما ساعتنا يعني مثلا تلاقي عركة, مش عركة, شدة, يعني اثنين مش شادين مع بعض, مش بيسمعوا بعض, ما بيسمعوش بعض, لان كل واحد بيفكر في اللي هيقوله. فكل واحد, برافو عليك, اشكرك جدا, هو بيفكر في اللي هيقوله, في اللي هيقوله, مش اللي هو بيسمعه. وساعات كتير جدا المتسرع ده هو مش بيسمع, فاكون انا قدمت له الحل. يعني هو مثلا جاي يقول لي ميعاد البرنامج مش كويس, فانا اقول له في الحقيقه ان احنا ميعاد البرنامج عشان كذا 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 شفناه مناسب, يعني الساعه يوم الثالث الساعه 5:30 عشان كذا, عشان تبقى راجعه لسه من البيت, عشان اللي يكون مثلا في الشغل راجع قدر يريح ساعه, عشان مثلا يوم الثلاث ما هوش اجتماعات في الكنائس, او مش وقت صلوات, او مش وقت يوم كده في النص, يعني مثلا على سبيل المثال. يعني بكلمك حاجه يعني شخصيه, يعني فهو بيسمع كل ده. وبعد الحكايات دي كلها النص ساعه اللي اتكلمها, يقول لك بس هو الميعاد عرفته, يعني انتوا عملتوا لي يعيد نفس السؤال, انتوا عملتوا لي يوم الثلاث, ايش معنى يوم الثلاث يعني؟ فده مستمع انا لسه قايل لك يا عم انا لسه ليه. فمستمع متظاهر, ومستمع منتقي, مستمع مدافع, مستمع كمان متسرع. ويمكن اخر حاجه تقريبا, يعني نقول المستمع اللي هو يقاطع,
يقطع الكلام وخلاص، يقطع يعني وخلاص يعني. انت يعني مثال اللي حضرتك قلتيها واللي انت مش عارف الحلقه ذاته يعني في التسلسله يعني الموقف بتاع الميكروباص والتليفون ان واحد راكب موتوسيكل أيوة. جنبه ميكروباص، فواحد ماسك التليفون فهو جاي لسه بحكي وبقول لسه ان هيحط ايده في راحة تطلع، والدنيا زحمه والعربيات شمال ويمين، البلد بقت زحمه خالص أيوة. فهي قطعت مقاطع. من غير ما تسيبني اكمل ايوه بيقاطع مش بيستنى يسمع الفكره لاخرها وانا دايما اقول يسمع الفكره اخرها، لان ممكن السؤال اللي انت تساله يكون انا هقوله يعني ممكن السؤال اللي انت هتساله ده انا في سياق الكلام هجاوبه، فمش هتضطر تسالني وتقاطعني او انا يعني تنحى بيا الى منحى اخر يعني، او تروح بيا لجنب تاني غير اللي انا هقوله. المستمع المستمع المقاطع ده ممكن كمان يكون مستمع مشوشر، ممكن يكون مستمع مشوشر طبعا، بمعنى انه هو يعني في حد تبقى انت بتكلمي وهو بقى ايه يعني بيشوشر على ذهن حتى اللي بيتكلم اللي بيقطعه بيتكلم على اللي جنبه مثلا او بتاعه، واحد هو ماسك التليفون شي بس بيتكلم اللي جنبه مش عارف يروح يجي، ففي مستمع كده مشوشر ومصوصع كده يعني احنا كده بنتكلم. بقول لك ايه اللي هو فاضل على وقت الحلقه دي صحيح يا مصورين يا منتهى، وفاضل احنا مش في موضوع الحلقه والوقت دلوقتي، او مثلا ايه ما تعملوا لنا يا جماعه قاعدين بنتكلم مع حد في موضوع مهم كده، ما فيش شوط شاي ولا حاجه كده مع بعضينا. فدايما يقاطع في غير موضع الموضوع في غير موضع المقاطعه يعني. انت كده قلت لنا المستمع السيء، طب قول لنا المستمع الجيد. المستمع الجيد هو برضو زي ما احنا قلنا المستمع السيء في بعض الصفات يعني، هو بعض السلوكيات اللي بيعملها كمان المستمع الجيد ده هو في برضو بعض السلوكيات بيعملها. فمثلا المستمع الجيد هو مستمع منصت بتركيز يعني حد لما تكوني بتتكلمي فهو بيبصلك ومركز معاكي وقادر يفهم الكلام ويشوف المعاني ويشوف انت عايزه تقولي فعلا، مش منشغل باي حاجه تانية، فهو بيركز علشان يوصل عشان يسمع فعلا، لان انت كده متواصله معاه يعني، انت بتحترميه انت بتقدريه، انت عايزه توصلي له فكره، عايزه توصلي له رساله، عايزه توصلي له فايده، عايزه توصلي له تحذير، عايزه توصلي له توبيخ ايا كانت. فالمهم ان هو الهدف، هو الهدف يعني انا بكلمك انت، فمفروض ان انت بتركزي معايا لان انا انت المحور بتاع الاهتمام بتاعي. فهو نمره واحد هو مستمع منصت بتركيز. نمره اتنين هو مستمع متسائل. يعني ايه بقى متسائل؟ انا ما اقصدش هنا اللي هو يعني كسر الاسئله وخلاص، ما اصل في ناس على فكره في ناس تسال كده وخلاص، وفي ناس تسأل أسئلة هي عارفاها دي، مع الأسف احنا بنلاقي الحاجات دي، ان نكون مثلا في محاضرة او في خدمة او بنقدم موضوع وحد هو عارف الإجابة كويس جدا بس يسأل، ولما تكمل القصة انا عارف بس قلت يعني قلت يمكن الاقي معلومة زيادة مرة واحدة بس قلتها عشان اجرب المحاضرة بس اشوفه عارف ولا مش عارف. ماشي ينفع يعني حتى ولو كان عارف المعلومة. ففي مستمع الجيد بقى مستمع متسائل، بمعنى ان لو حضرتك بتكلميني وانا نقطة مش واضحة عندي فمش ايوه خلاص، لان موافقتي او رفضي ده يعني مهم، فاتساءل اقولك يعني هو قصدك كذا او هل كذا او ممكن معلش ممكن حتى دي تاني عشان اتأكد ان انا فهمت أيوة المعلومة، او هل انت تقصدي كده، هل انت تقصدي كده. فهو مستمع متسائل. المستمع الجيد هو مستمع ينصت بتركيز، هو مستمع متسائل. اتنين هو كمان مستمع يلخص، بمعنى ان احنا بعد ما خلصنا الكلام فتقول يعني هو انت تقصد كذا 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 كذا، ان احنا ساعات مثلا ايه في حاجه كده من اللي عملها ايه، اصل بص انا لو انا جاي هرنلك ولو ما جيتش يبقى مش هرنلك،
فانت فهمت كده لو رنيت لك يبقى انا جاي ولما جيت لك ابقى مش راني لا بص كده فاي يعني فانا كده في حاجات فيها بعض اللبس في حاجات ممكن تكون الجمل اللي مستخدمها مش باينه قوي هيبان ما هو لو اتصل بيا انا هكون هناك ولو ما اتصلش بيا ممكن اروح له فانا ما عرفتش احنا نتقابل فين دلوقتي يعني فاقول له يعني انت لو مش جاي هترن عشان ما تحصلش لخبطه عشان ما يحصلش فهو مستمع يلخص وقت قبل ما يقفل سواء كان في التليفون او احنا بنتقابل او بنتحاور يقول له يعني انت لو ما جيتش يعني انت لو مش جاي هترن لي خلاص فمستمع يلخص مستمع يتساءل مستمع يلخص مستمع يتساءل مستمع يركز ومستمع ينصت بتركيز كمان واحدة تاني من المستمع هو مستمع غير ساخر واللي هو فيه بقى ايه دلوقتي فيه القلش يعني الشباب بقى والألفاظ الحاجات اللي يعني اسمحي لي اقول يعني الحاجات اللي في معظمها تافهه يعني كده وتقليديه كده وغلسه يعني مثلا ايه يعني مش عارف انا جاي ولا رايح ولا مش عارف حاجات كده يعني انا ملهاش لازمه انا شخصيا يمكن تكون ملهاش لازمه او مش مع اي حد ومش في اي وقت احنا مش ضد الهزار مش ضد ان احنا ننفتح مش ضد ان احنا ننبسط بس مرات يكون في مثلا في موقع جاي طبعا في هو في قفشات يعني بتبقى ظريفه وبتضحك بس انا بقول يعني لكل شيء وقت انا بس فكره ان المستمع الجيد يقدر يعرف لو احنا في اطار هزار يعني بنهزر مع بعضينا ماشي واحده قالش زي بعض ايوه ينفع فينفع مرات يعني يحصل واحنا في اطار هزار او احنا في اطار فكاهه يعني او موقف بسيط لكن مش ينفع نكون بنتكلم عن موضوع جد فيقاطع ساخرا يعني او يبقى مستمع مثلا ودي برضو نقطه تاني مش ساخر بايه وحضرتك وانت بتكلميني انا قاعد ببص على ايه على اللبس وعلى الشكل وعلى البتاع ومش عارف القميص متني والزرار مش عارف رايح فين والشعر ماله فهو وانا بتكلم او حضرتك بتكلمي هو كل اهتماماته ان هو جاي بص مش بيسمع بص عامل مش عارف اللياقه بتاعتي مش عارف الكم على التانيه عامله في مش عارف ايه يعني بص هو ايه هو ساخر وخلاص يعني ممكن يكون حقيقه مش حقيقه بس المستمع الجيد يعني ما يعملش كده طيب دي كانت اول في الوسائل في اول وسيله رقم واحد ان هو في مستمع سيء وفي مستمع جيد طب الوسيله الثانيه التحدث والتحدث دي مهمه جدا جدا بس انا برضو يعني هلخصها في شويه حاجات هلخصها في شويه انماط من الناس يعني واحنا بنتكلم لازم نعرف حاجه مهمه جدا بصوا يعني بص في كل حلقات التواصل هنقول جمله تكاد تكون يعني خصم مشترك اللي هي متكرر ان احنا مختلفين احنا لازم نقبل ان كل واحد ليه طريقه كل واحد ليه معنى كل واحد فيه ليه لازمه في الكلام في حد فينا عنده حرف يعني حرف السين حرف الصاد مثلا يعني زي يعني كده حد عنده حرف الراء حد عنده حرف القاف والكاف كال وكلنا مثلا فنقبل لازم الكلام لازم لازم في الاول ان احنا نقبل هذا الامر ان كل واحد ليه طريقته كل واحد ليه وضعه انا لو ليا نصيحه ينفع انصح بس ما ينفعش ان انا يعني ابقى مهتم بالطريقه اكتر من الكلام اللي يتقال لا انا اهتم بالكلام اللي يتقال اكتر من فاحنا لازم نعرف واحنا بنتكلم ان كل واحد فينا ليه طريقه كل واحد فينا ليه طريقه للسماع كل واحد فينا فيه طريقه في الكلام فمثلا من ضمن الانماط يعني اللي احنا بنشوفها في حد معلوماتي في حد كلامه يعني ايه لما هو يتكلم عن المعلومات فيقول حاجات احنا رحنا امبارح الشغل انجزنا رجعنا هو الراجل بيحكي كده بيحكي ان احنا في المثال يعني ان احنا في السنة اللي فاتت كانت سنة انجزنا كذا وكذا 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 فده في حد بيتكلم معلوماتي في حد بيقول الحقائق دي طريقته في الكلام فيعني ايه خلينا نقبل كده خلينا نعرف ان المتحدث ممكن يكون واحد كده واحد بيتكلم على دايما معلومات هو دايما يقول الحقيقة ده الراجل يعني بيقولوا عليه اللي هو الفلسفي ده كده يعني كويس يعني هو بيقول الحقائق بس يعني ممكن يقولها في جمل بس في الاخر ايه في الاخر حاجات منظمة يعني وفي حد طريقة كلامه المشاعر يعني
بيتكلم بالمشاعر، زي مثلا على سبيل المثال الواضح يعني الرئيس السيسي، الرئيس عبد المنشار عبد الفتاح السيسي. يعني الراجل ده يتكلمي كان حس ان هو ايه، حد كده بيتكلمك من القلب يعني. يعني فهو مش بيكلم، بحس ان هو واقف، مش ايها الاخوه المواطنون نحن اليوم في لقاء، يقول ايه يقول احنا انا بحبكم، انتوا مش عارفين، خلونا نخاف على مصر، خلونا نحبها، والله احنا هنكمل، والله ما حدش هيقدر علينا. بتحس ان هو من يخاطب احساس، بيخاطب المشاعر. ففي حد يخاطب معلومات، في حد يخاطب المشاعر، يخاطب القلب، يخاطب الاحاسيس، نوع من انواع التحدث، نوع من انواع التحدث. كل واحد بيوصل، في حد يوصل للعقل بس، وفي حد يوصل للقلب والعقل. فدي يعني مهارات بقى، دي مهاره وحرفه شويه. في كمان مستمع تاني بسميه مستمع منغلق، اللي هو بيقول ايه يعني انت نطقت، انت اتكلمت، اللي هو بيتكلم قليل، اللي هو يتكلم قليل، قليل الكلام. يعني ما قل ودل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، على قد المعلومة. اللي هو بعد كده احنا هنتكلم عن مستويات، هناخد مستويات التواصل، فده واحد من ضمن المستويات، اللي هو ايه، صباح الخير، صباح النور، عامل ايه، كويس، اعمل لي الشاي، كلمة حاضر، كلمة وبرد بكلمة. ايوه، فده على قدها بالظبط، مستمع منغلق. وفي تاني بقى، وفي تاني واحد اخراني يعني، هو المستمع المنفتح. المنفتح ده جواه بقى في منفتح حلو، يعني في عارفه منفتح ايه، في منفتح اجتماعي، يعني يقدر ايه يفتح معاك كلام بسرعه يعني، ويتكلم في اي موقف، يقابل اي حد في اي حته، يقف في الطابور، تلاقي صاحب حد يتكلم معاه، هو عنده فكره تكلم منفتح. وممكن هذا المنفتح يعني يكون رغاي، ده بيحب يتكلم كتير، فيوجع لك دماغك، تبقى مش عايز تسمعه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المتحدث الايجابي يعني. في كمان بحسب الشخص، بحسب الموقف، في متحدث بحسب الشخص، يعني بحسب ان انا بكلم مين. فمثال يعني، وانا في الحياه يعني استاذنك بس اوجه يعني رساله للمشاهدين يعني، انا دايما عندي قناعه، اتعلمت ان انا لما اكلم بابا او ماما اقول كلمه حضرتك، علموني كده، وانا بعلم ولادي. يمكن هو الجيل ده مش قابله قوي، بس احنا بنكلم مين، احنا بنكلم مين. لما اكلم بابا او اكلم ماما او اكلم المدرس بتاعي او اكلم القائد بتاعي او اكلم عمي او جدي، لما اكلم مدير، لما اكلم اي قياده، ما ينفعش اقول له انت، يعني مش كده ايه، مش من الذوق حتى، ما انت قلت. انا ينفع اقول له حضرتك قلت، بس يعني انا فهمت من كلام حضرتك يا دكتور، يا استاذ، يا مدام، يا استاذه، من فضلك يا استاذ، من فضلك. وبعدين انا حتى في الاشغال وكده افضل يعني استخدام لفظة استاذ او استاذه، لان مرات ما يكونش مثلا ما تكونش متجوزه، فده يقول يا مدام، فهي تظن مش هتخلص لك الورقه يعني، مش هتخلصها لك، فما تقولش يا مدام كده وخلاص. فيعني مثلا، فده ضمن الحديث، دي من ضمن اداب الحديث يعني، ان انا اعرف انا بكلم مين، بكلم ايه يعني. فالفئه اللي انا بكلمها اكلم شخص باحترام، الحدود بتاعه الكلام يعني، الالفاظ، مرات يعني احنا بنستخدم الفاظ كده يعني، بكلم حد يعني ليه قيمه، حد فاقول الفاظ اللي هي ايه، المستهلكه دي، وفكك ودماغك والحاجات دي اللي ما ينفعش تتقال. يعني هي اصلا مش عايزه اكررها، بس مرات احنا يعني نعمل كده، وكبر دماغك ونفض له واحلق له. انا عارف ان في حاجات اجدد من كده يعني، بس يعني مش قادر، يمكن مش متواصل قوي مع الفكره دي، رافضها يعني. فدي دي النقطة الثانية، الاستماع من ضمن الوسائل، المستمع الجيد السيء والتحدث. الوسيلة الثالثة بقى، الوسيلة الثالثة وهي وسيلة الجسد. الجسد، استخدام الجسد في التواصل مرات، ودي برضو عايز اقول بس ملحوظة كده ما بين ضفرين يعني، بين قصين يعني، ان دي مع الفئات اللي اقرب مننا يعني كل مستوى، كل دايره من الدوائر اللي احنا بنتعامل معاها ليها طريقه. ما احنا قلنا لما كنت بتعامل حد اكبر مني او فاقول له حضرتك وسيادتك، والتاني بتقول له انت،
او كده، او يعني ما سمعتش ساعات يعني ايه بيستخدم الفاظ يا ابني ويا بنتي ويا عم ويا عم ويا شيخ والكلام، ينفع يعني مش لو رافض واحد قريب منه، ولو واحد رافض في بقى في يعني في وسيله الجسد دي بينفع مثلا حد يطبطب على كتف حد يعني مثلا، فدي وسيله من غير ما يتكلم، في مثلا ساعات نعمل لبعضنا كده يعني اقول له اشاره اهي احنا تواصلنا بس من غير يعني كلام، حضرتك انت عملتي حاجه او انا عملت حاجه وبعدين رحت انا عامل لك كده، بص احنا اداه وسيله التواصل بالجسد، احنا دي بالحركات عملت كده او عملت لك كده، بمعنى ان يعني مش موافق، لا يعني مش كده، او يا عم ايه او عديها بقى خلاص، او يعني انا مستاء يعني اول مش عاجبني، ففي في الجسد او ساعات يعني نمسك ايدين حد يعني حد يسلم عليك، فتلاقيه بس يسلم عليك كده بحراره، يشد على ايدك يدوس على ايدك، دي وسيله من وسائل استخدام التواصل بالجسد، في حد ياخد ابنه اخوه مراته عمه ياخده قريبه ياخده بالحضن يعني، فبيكون الحضن ده هو وسيله التواصل حتى من غير ما يقول يعني، حد كده مرات يعني الابتسامه مرات الدموع يعني، في شوف مثلا ايه الام او الاب لما يشوف ابنه في موضع نجاح ولا حاجه دي دموع الفرح قاعد بقى. شايفه هو بيتخرج، قاعد شايفه هو بينجح، قاعد شايفه هو يوم فرحه، تلاقي مثلا الام في وقت الفرحه ده بتعيط، والاب واقف، بص هو واقف شايف ابنه في فرح بس هو بيعيط، فالعياط ده مش عياط حزن، ده عياط عن الفرح. فممكن نكون يعني وسيله ثانيه وسيله الجسد، ودي وسيله يعني وسيله الجسد دي بصراحه يعني كلها مشاعر واحساس وعواطف، لانك انت بتتعامل بالحضن وبالايد وبالكتف والابتسامه، ولادنا كمان الولد بيتبسط بيبقى اكتر هدوء يعني وقت الامتحان حتى لو كان كبير على فكره، انا واحد يعني استخدمه في حضنك كده شويه بيهدى، وهو ساعات بيبقى يعني حتى هو نايم ولا يعني تقول لي طب تعالى معايا شويه، طب تعالى في حضن شويه، طب تعالى ركز شويه، او كده، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي طيب الجميله كده. قلنا ثلاث وسائل، قول لنا وسيله رابعه. الرابعه وهي الحواس، الحواس بتاعتنا ان احنا مثلا بنستخدم عينينا نستخدم عينين، والعينين دي وسيله تواصل عاليه جدا يعني، لغة العيون حتى كتبوا شعر يعني كتير، وكتبوا أغاني للعيون دي، نظرات العيون بتعبر عن تقريبا كل الأمور يعني فيها في نظرة غضب وفي نظرة استحسان وفي نظرة حب وفي نظرة اشتياق وفي نظرة دهشة تساؤل وفي نظرة لوم، تواصل من غير كلام خالص، في نظرة حزن. فالحقيقي يعني حاسة العين دي، العين كمان من ضمن الحاجات اللي بنتواصل بيها مع بعضنا، فممكن يعني بصة لحد بصة تغني عن كلمات كثيرة جدا جدا يعني. بصة بس صح يعني صح، من جوة الأسرة وبرة الأسرة وفي تعاملاتنا وفي شغلنا وحتى مع اولادنا، يبص كده بس ان انا مبسوطه مش مبسوط، ان انا فرحان بيك، ان انا مستاء بيك، ويا ريت نعمل كده نخلي دايما نبسط، حتى لما يكون عاد هو ماشي يعني اتنين بيتقابلوا ماشي تلاقي في بصه كده في الاخر يعني، وهي دي البصه دي بتكون على فكره كلام كبير، شايفها مهمه جدا، شايفها مرات بتبقى ليها معنى، مرات بيبقى ليها معنى كبير. في بعد كده الاخرانيه يعني الاحساس، في نتواصل بالاحساس، ودي بصي عايز اقول لك حاجه، الزوج والزوجه والاب والام والولاد جوه الاسره دي لازم ما ينفعش من غيرها، ما ينفعش ما نتواصلش من غيرها، ما ينفعش خالص، اللي هي ان احنا نحس ببعض قبل ما نتكلم،
ان انا ابص لك او انت تبصي من قبل ما انا عارف انت عايز ايه. وبنعمل كده عارفه ايه في التليفون، تقولي لي الو، اقول لك مالك، في ايه، في صوتك ماله، الصوت. احساس، يعني فكره ان احنا نحس ببعضينا، نحس بفرحة بعض، فنفرح مع بعض، نحس بفخر بعض، نحس بمخاوف بعض. فكرة المخاوف نحس بيها، ان ده برضو ان ده قلقان، ان ده خايف، ان ده متوتر، ان ده جواه تساؤل. ففكرة ان احنا نتواصل بالاحساس دي فكرة عالية جدا. والشخص اللي قدامي لما بيحس ان انا رحت له باحساس دي، يعني مرات تكون هي الشفاء، يعني هي الشفاء. هو خايف بس صح. عرف ان بابا حاسس بيه، مرات تكون هو خلاص، فالخوف ده يروح او القلق يروح او المشاعر يروح او الزوجة والزوج. في مرات كده في حاجات ما بتتقلش بينهم بس بتتقل بالاحساس ده. عايز اخد يعني ممكن لحظات قبل ما تختمي وتلخصلنا الموضوع، يعني عايز اقول ان احنا الناس محتاجة جدا اللي يسمعها، الناس محتاجة جدا اللي يسمعها، كل واحد محتاج حد يسمعه، حد يفضفض له، حد يقول له اللي جوه كل واحد، كبير صغير، مشاعر. يا ريت بقى الفضفضة والمشاعر دي احنا نخليها تيجي لينا، يعني ولادنا يفضفضونا احنا، زوجاتنا يفضفضونا احنا، واحنا لما نتكلم نفضفضهم هم. على فكرة مش غلط خالص ولا عيب، يعني ان الاب يقول للولد على فكرة انا قلقان من الموضوع ده، انا خايف من الموضوع ده، ولا بتقلل خالص ولا من شخصيتك ولا من كانك ولا اي حاجة في المطلق. بالعكس دي بتعمل رابط قوي بينك وبين اسرتك، ان انت انسان طبيعي، انسان عادي، عندك مشاعر، عندك مخاوف زي بقيه الناس، عندك ضيقات زي بقيه الناس. فانا بتكلم على فكره ان احنا نسمع بعضينا ونسمع للاخر. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، بس يعني في معاناه ان احد يقول طب اسمعني للاخر، طب سيبني اقول، ما بعد ما سمعوك مش هيعملوا كده تاني. حد بقى يجي، يعني حد يجي ياخد ديها تاني كمان، مش عارف اخلص. يعني حد من ضمن الحاجات الصعبه، يعني ان في حد جاي يكلمك، يعني هو جاي يكلمك على المشكله، فتلاقيه وانا كده يا عم ماشي انت كده، انا عارف، بس هو جاي يقول لك كلمتين اسمعهم، يعني جاي عشان يرتاح، خليه يقول وبعدين انت قول ماشي تمام. مبسوطين قوي ان احنا قضينا وقت معاكم، واتمنى ان تكون استفدنا من اللي احنا قدمناه النهارده، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بيتك هو منار الرب المجد، الهنا اشاره، كنيسه عايشه بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحله والغربه، ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد، إلهنا إشارة، كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة، ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع، نبقى شهادة لكل جموع، هدفنا مجد اسمه وحده، نبقى مثله للربوع. في بيوتنا عايشين ليسوع، نبقى شهادة لكل جموع، هدفنا مجد واسمه وحده، نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة صلاة، محبوبة بالصعاب تمسح دموع، بيتنا يا رب بيتك.